السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. رح نبدأ في فصل المجال الكهربائي مكثف وتذكر القوانين وحل أسئلة مع بعضنا البعض. نبدأ بالسؤال الأول عندكم بالمكثف، بقول يبين شكل شحنتان نقطيتان. في عندنا شحنة مقدارها سالب 4 في 10 قوة سالب 6 كولوم، وعندنا شحنة ثانية مجهولة النوع والمقدار. المسافة بين شحنتين 4 ملم، عندنا نقطتها تقع منتصف المسافة. بحكينا في السؤال انه شدة المجال الكهربائي، بس خنعدل هاي، شدة المجال الكهربائي عند النقطة ها كان يساوي 4 في 10 قوة 9، لأنه محطوطة 4 بس نعدلها 9 نحو اليسار، فجد مقدار ونوع الشحنة الثانية. طيب نتذكر بس مع بعض، أنا هلأ في السؤال الأول. يا جماعة بداية أنا في عندي شحنة معلومة بتأثر على النقطة ها، ممكن نحسب مجال هاي الشحنة المعلومة. مجال واحد يساوي 9 في 10 قوة 9، قيمة الشحنة اللي هي 4 في 10 قوة سالب 9، عم ربع المسافة، هلأ مسافتها 2 ملم، ف 2 في 10 قوة سالب 3 تربيع، يعني 4 في 10 قوة سالب 6، عفوا هاي سالب 6، سالب 6 بسطو مقام اختصرناهم مع بعض، 4 بسطو مقام شلناهم. إذا المجال الأول يساوي 9 في 10 قوة 9، طبعا نيوتن لكل كولوم. طيب هلأ الشحنة الأولى يا جماعة نوعها سالبة اللي هي شين 1، شين 2 كنوع هي مجهولة النوع. في عنا النقطة ها وحكالي انه محصلة المجال عند النقطة ها كان نحو اليسار، ها بمحصلة المجال. عند افتراض شحنة اختبار صغيرة وموجبة، هيك بنسوي عشان نحدد اتجاه المجال، بنحكي موجب وسالب تجاذب، فهذا عبارة عن مجال ميم واحد، يعني المجال من الشحنة الأولى. هلا إذا بدنا المحصلة تكون نحو اليسار، إذا غصبا عنا لازم يكون مجال الشحنة الثانية نحو اليسار. وحتى هون تكون شحنة الاختبار الموجبة تنجذب نحو اليسار، إذا لازم تكون الشحنة الثانية نوعها سالبة. إذا كون المجالين متعاكسين فمحصلة المجال هي عبارة عن تساوي ميم 2 ناقص ميم 1، الأكبر اللي هو مع اتجاه المحصلة ناقص الأصغر. محصلة المجال عندنا في السؤال 4 في 10 قوة 9 تساوي مجال الشحنة الثانية المجهول ناقص 9 في 10 قوة 9، لما نودي هاي على الجهة الثانية ميم 2 تساوي 13 في 10 قوة 9، طبعا نيوتن لكل كولوم. لا، كوني صار معي مجال الشحنة الثانية، بقدر هلأ بالسؤال إني أوجد مقدار الشحنة. ميم 2 تساوي 9 في 10 قوة 9، عندنا الشحنة مجهولة على مربع مسافتها ف تربيع، قيمة المجال 13 في 10 قوة 9. في عندنا الشحنة يا جماعة، إذا مش واضح هنا رفعنا شوي الورقة، تساوي 9 في 10 قوة 9، شحنة عندي مجهولة عم مربع المسافة اللي هي 4 في 10 قوة سالب 6. بالضرب التبادل الآن طرفي المعادلة بيطلع 52، طبعا الموجب 9 وموجب 9 مع بعض، ف 52 في 10 قوة سالب 6 على 9 تساوي قيمة الشحنة شين 2. طيب هلا نوعها، اتفقنا انه نوعها سالبة. هلا حدد موضع نقطة توضع فيها شحنة ثالثة بحيث تكون محصلة القوة المؤثرة عليها تساوي صفر. هلا بده يحط شحنة جديدة وتكون محصلة القوة المؤثرة عليها تساوي صفر. يا جماعة هذا المفهوم اللي هو مفهوم نقطة انعدام المجال الكهربائي. فكون الشحنتين عندي من نفس النوع كلاهما سالبتين، فبحكي هاي الشحنة السالبة وهي الشحنة السالبة، نقطة انعدام أكيد تقع بينهما وأقرب للشحنة الأقل. هلا أنا عندي هون شحنة مقدارها في السؤال 4 في 10 قوة سالب 6، عندي 52 على 9 في 10 قوة سالب 6، طبعا هاي الأقل، فنقطة الإعدام نفرضها هون. بفترض أنها تبعد عن الشحنة الأولى مسافة مقدارها ف، وهكذا سوف تكون تبعد عن الشحنة الثانية المسافة بين الشحنتين اللي هي قيمة الـ 4 ملم ناقص هاي الفا اللي فرضتها 4 ناقص ف. بنساوي المجالين ببعض عشان نحقق الانعدام، فبحكي 9 في 10 قوة 9، عندي 4 في 10 قوة سالب 6 على مربع مسافتها اللي هي ف تربيع تساوي 9 في 10 قوة 9، 52 على 9 في 10 قوة سالب 6 على مربع مسافتها اللي هي 4 ناقص ف الكل تربيع. هلا ظل عندي مجهول فقط ف، لما احسب بكون طلعت موضع نقطة او موقع نقطة الانعدام. طيب هلا مطلوب مني في فرع جيم الفرع الاخير مقدار القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة مقدارها 2 نانو كولوم توضع عند النقطة ها. في فرع جيم عشان احسب مقدار قاف كهربائيه فهي تساوي ميم في شين، انا عندي المجال الكهربائي حاسبه او معطيني اياه في السؤال اللي هو 4 في 10 قوه 9، وعندي الشحنه الموضوعه 2 نانو، 2 في 10 قوه سالب 9 موجب وسالب مع بعض، فالجواب 8 انبوت. نقدر نحدد هاي القوه او اتجاهها ببساطه بانه احنا عندنا شحنه مقدارها 2 نانو هون، طبعا نوعها موجبه، فبيكون المجال والقوه بنفس الاتجاه، فكون المجال نحو اليسار فبيكون القوه نحو اليسار. اذا تحديد اتجاه القوه بيعتمد على نوع الشحنة الموضوعة، فاتجاهها نحو اليسار. طيب في السؤال اللي بعده يا جماعة، في السؤال الثاني
يبين الشكل المجاور شحنتان نقطيتان موضوعتان في الهواء بالاعتماد على بيانات مثبتة. أوجد مقدار المجال عند النقطة ها. في سؤال اثنين في عندنا هون شحنة موجبة وعندنا هون شحنة كمان مقدارها أو نوعها موجب. طبعا هاي النقطة في المكثف شرحت لك وطالب المجال عند خلينا نحكي رأس الزاوية 90 تبعت المثلث، عشان هيك بكون محصل الزاوية 90. فرضت اختبار صغيرة موجب 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 تنافر موجب موجب تنافر، فهذا المجال بنسميه من الأولى اللي هي 4 في 10 قوة سالب 9، وهذا المجال الثاني اللي هي 16 على 3 في 10 قوة سالب 9. المسافات عندي هون 4 سنتي هون 3 سنتي. يلا نحسب مجالات. هلا المجال من الشحنة الأولى يساوي 9 في 10 قوة 9، قيمة الشحنة 4 في 10 قوة سالب 9 عم ربع مسافتها 9 في 10 قوة سالب 4. موجب 9 وسالب 9 9 بسطو مقام، فالجواب 4 نيوتن لكل كولوم. بدي احسب هلا المجال من الثاني يساوي 9 في 10 قوة 9، الشحنة الثانية 16 على 3 في 10 قوة سالب 9 على مربع مسافتها اللي هي 16 في 10 قوة سالب 4. 16 بسطو مقام 9 مع 3 فيها ب 3 موجب وسالب أسس، فعندي الجواب 3 عفوا في 10 قوة 4، هون 3 برضو في 10 قوة 4 نيوتن لكل كولوم اللي هي هاي. متجهين بينهم زاوية 90، فبتكون محصلة هذول المتجهين هاي محصلة المجال تساوي جذر مربع القيمة الأولى 16 في 10 قوة 8 زائد مربع القيمة الثانية 9 في 10 قوة 8. محصلة المجال تساوي جذر 25 في 10 قوة 8 وتساوي 5 في 10 قوة 4 5 في 10 قوة 4 نيوتن لكل كولوم. الاتجاه ظل ثيتا يساوي بدي اقسم أي منهما على الأخرى، هاي بدي اقسم مثلا 4 3 الاتجاه مع الثلاث، طبعا ميم اثنين حكينا نحو اليسار فنحو او مع محور سين سالب. في السؤال الثالث يمثل الشكل المجاور لوحين متوازيين مساحة كل منهما 1 سم تربيع، اجب عما يلي. احسب شحنة جسيم كتلة 2 في 10 قوة سالب 4 يتزن عند النقطة الف. طيب في سؤال ثلاث عند الشحنة اتزنت عند النقطة ألف. طبعا في الاتزان للشحنات نتذكر مع بعض انه بطبق قانون انه القوة الكهربائية تساوي الوزن، فالميم في شين تساوي كاف في جيم. هلا انا مهمتي نحسب قيمة المجال الكهربائي. الحلو في السؤال انه هو اعطاني المسافة بين الالواح واعطاني مقدار الشحنات على كل من لوحين واعطاني مساحة هاي الالواح، فانا مهمتي ان احسب مقدار المجال. المجال يساوي سيجما على ابسلون ويساوي شين على ابسلون ألف. شين هي شحنة أحد اللوحين اللي هي 8.85 في 10 قوة سالب 12 على الإبسلون ثابت 8.85 في 10 قوة سالب 12 في الواحد في 10 قوة سالب 4، بسطوا مقام اختفوا، فالجواب 1 في 10 قوة 4 نيوتن لكل كولوم. هل إذا منعوض هون المجال 1 في 10 قوة 4 ومنحط شحنة مجهولة المقدار، هاي ما هو طالبني في السؤال احسب شحنة جسيم، تمام؟ فالشحنة هي مجهولة، كتلة هذا الجسيم تساوي 2 في 10 قوة سالب 4 في جيم تساوي 10. طبعا بدي اقسم على 1 في 10 قوة 4 على 1 في 10 قوة 4 وهيك بستنتج انه الشحنة تساوي 2 في 10 قوة سالب 7 كولوم. في فرع ب بدأ الجسيم شحنته 2 في 10 قوة سالب 6 كولوم، الحركة من السكون، معناته يا استاذ سرعته الابتدائية تساوي 0، فهذا الجسيم معرض لقوة كهربائية لانه بدأ الحركة من السكون. كم من النقطة د إلى النقطة باء على الرسم إذا بتطلع، إحنا عنا جسيم شحنته موجبة وبدأ الحركة من النقطة د إلى النقطة باء، فحركة هذا الجسيم يعني هو قاعد بيقترب لللوح الموجب. لا مطلوب من السؤال ما نوع شحنة هذا الجسيم. هل كون الجسيم بتحرك حركة طبيعية بفعل قوة كهربائية من اللوح د إلى اللوح باء هو ما حدد نوعه، إذا 100% رح يكون نوعه سالب. ليش أستاذ جماعة ما هو بدأ الحركة من السكون، معناته يتحرك حركة طبيعية، والطبيعي انه المجال الكهربائي اتجاهه من الموجب الى السالب، يعني انا عندي لوح فوق موجب ولوح تحت سالب، هاي المجال. لو سالتك عن شحنه موجب حركتها طبيعيه كيف تقوم بتقول لي مع اتجاه المجال، بس لو سالتك عن شحنه سالب بتقول لي استاذ حركتها الطبيعيه بعكس اتجاه المجال، فكونه هذا حركته طبيعيه بدل حركه من السكون وكانت حركته من دال الى باء يعني بعكس اتجاه المجال اذا هي سالب. فرع باء او عفوا هذا رقم 1 هي رقم 2. في رقم 2 ما مقدار تسارع علما بأن كتلته 2، تسارع الكهربائي مين في شين على كتلته، وأنا المجال حاسبه 1 في 10 قوة 4 وشين مقدار شحنة الجسم معطينيها في السؤال 2 في 10 قوة سالب 6 على كتلة هذا الجسم 2 ملي جرام، ف2 في 10 قوة سالب 6 يا جماعة ملي وبدي أحول لجرام، ف2 في 10 قوة سالب 6
هيك سالب 6 طبعا عفوا بدي ارفع هي لفوق بصير سالب 12 بصير عندي الجواب 1 في 10 رفعت لفوق سالب 12 وعندي الاربع 10 قوه سالب 8 متر لكل ثانيه تربيع 3. مطلوب منا الفرع الثالث احسب سرعه لحظه وصوله النقطه باء. طبعا هو بسال عن عين 2 لانه احنا بنعرف انه عين 1 قيمتها تساوي 0. هلا معلومات معي مع مقدار التسارع مع المسافة يا جماعة بالرسم إذا بتشوفوها بين دال وباء، يعني أنا مع المسافة تساوي 4 سنتيمتر. فأنا ممكن أستخدم أحد قوانين التسارع، عين 2 تربيع تساوي عين 1 تربيع زائد 2 تسارع في فا. يلا ركزوا معي، ليش موجب؟ لأنه بدأ الحركة من السكون، فسرعة البداية تساوي 0 يعني قاعد بتسارع، هاي نقطة. الآن عين 1 تساوي 0 لغناها، عين 2 تربيع تساوي 2 في تسارع حاسبينه اللي هو 1 في 10 قوة سالب 8 في المسافة الآن بين نقطتين دال وها اللي هي 4 سنتيمتر، فبتعوض 4 في 10 قوة سالب 2. هلا عين 2 تربيع تساوي عنده هون 2 في 4 هي 8 وعندي في 10 قوة سالب 10. تحت الجذر الطرفين تطلع عين 2 تساوي جذر 8 في 10 قوة سالب 5، طبعا متر لكل ثانية. هلا في فرع 4 طالبنا نطلع الزمن اللازم للوصول، ممكن نستخدم اي من قوانين الحركه زي عين 2 تساوي عين 1 زائد تسارع في زمن. عين 1 تساوي 0 بحط جذر 8 في 10 قوه سالب 5 تساوي تسارع 1 في 10 قوه سالب 8 في زمن على 1 في 10 قوه سالب 8 على 1 في 10 قوه سالب 8، وهيك الزمن يساوي جذر 8 في 10 قوه موجب نرفع لفوق قوه موجب 3 ثانية. عندنا هلا في سؤال 4، رسم بيان يمثل علاقه بين المجال والبعد او المسافه، جد مقدار الشحنه المولده. هلا عندنا في السؤال نقطه معلومه قيمه المجال اللي هو 12 وعندنا مسافتها اللي هي 3، فممكن استخدامها عشان نحل السؤال. يعني في سؤال 4 نعمل هيك ويلا نشوف. في سؤال 4 انا باجي بحكي المجال يساوي 9 في 10 قوه 9 ش على فا تربيع، وانا عندي قيمه المجال الكهربائي اللي هي 12 في 10 قوة 7، هيك في السؤال معطي على محور الصادات. عفوا. 9 في 10 قوة 9 الشحنة المولدة مجهولة ش المسافة مقدارها 9 في 10 قوة سالب 4. هلا اختصرت 9 مع 9، إذا ضربت السالب 4 بتصير هي 12 في 10 قوة 3 تساوي 10 قوة 9 ش على 10 قوة 9 على 10 قوة 9، هيك بنستنتج إنه ش الشحنة تساوي 12 في 10 قوة سالب 6 كولوم. هاي الشحنة المولدة. بده المجال الان على بعد 2 سنتيمتر. هلا ممكن الجا للرسم البياني بس قيمة 2 سنتيمتر مش موجوده على الرسم، فلهيك نضطر نحلها. كوني انا مطلع الشحنه المولده فبرجع بحسب المجال على بعد 2 سنتي اللي هي 9 في 10 قوه 9، الشحنه المولده 12 في 10 قوه سالب 6 على بعد 2 سنتي تربيع 4 في 10 قوه سالب 4، يعني احنا بنحكي على بعد 2 سنتيمتر. طيب هلا انا صار عندي هون 12 على 4 فيها ب 3، 3 ب 7 ب 9 عفوا هي 27، عندنا الاسس 9 سالب 6 موجب 3 واجانا بيطلع موجب 7، طبعا نيوتن لكل كولوم. في طبعا سؤال نصي اللي هو علل الشحنه في الطبيعه مكماه، اي انها تكون موجوده في الطبيعه شكل مضاعفات لمقدار ثابت اللي هو شحنه الالكترون. شحنه اختبار تكون صغيره وموجبه صغيره حتى لا تؤثر على المجال الذي يتم دراسته، وموجبه حتى تكون قوه المجال بنفس الاتجاه. خطوط المجال لا تتقاطع لانها لو تقاطعت لاصبح النقطه مجالين، وهذا يتنافى مع تعريف الكميه المتجهه لانه المجال كميه متجهه. وضح المقصود بكثافه الشحنه السطحيه هي النسبه بين كميه الشحنات على الالواح الى مساحه هذه الالواح. المجال الكهربائي المنتظم هو المجال ثابت مقدارا واتجاها عن جميع النقاط، وخطوط المجال الكهربائي هي عباره عن مسار الذي تسلكه شحنه اختبار صغيره وموجبه عند وضعها في مجال كهربائي. لا في أسئلة ضع دائرة إحنا لازم نحلها بس نكون شوي مركزين ومصحصحين لأساس ما نغلط في حل ضع دائرة. في السؤال الأول طبعا أنا بحكي عن فكرة في السؤال الأول موجودة بالكتاب، إحنا في السؤال السادس فرع 1 ضع دائرة اللي هي فكرة وجود شحنتين متساويتين في المقدار على رؤوس مثلث متساوي الأضلاع. في الفكرة هاي يا جماعة انتبه بس على شغلة، خلينا بس أرسم لك زي هيك وأحكي لك إنه هون في شحنة وهون في شحنة، بس الشحنتين كمقدار متساويين والمسافات تبعتهم متساوية، فلهيك المجالات اللي راح تعمل لي اياها هون على راس المثلث راح تكون متساويه. فمثلا لو كانت الشحنه الموجب والثاني موجب وفرضت انا هون اختبار صغير وموجب، موجب موجب يحدث بينهما تنافر، موجب موجب تنافر، اذا محصله المجال نحو الشمال مثلا. هلا ممكن تغير انواع الشحنات بثبوت الفكره في السؤال، بس بغير انواعها لحتى اتحكم في المجال، فمحصله المجال ممكن تكون شمال شرق غرب او جنوب. لهيك
في السؤال هذا هو بده محصلة المجال تكون نحو اليمين، وحتى تكون محصلة المجال نحو اليمين لازم تكون المجالين يحيطان بها. يعني أنا بحط إنه السؤال بده المحصلة نحو اليمين. هلأ إنسان الحل هذا وركز معي، بدي المحصلة تكون نحو اليمين، إذا لازم يكون المجالين محيطان بهذه المحصلة. عندي المجال اللي هو من الشحنة هاي، أوكي ما في مشكلة محيط المحصلة، بس هذا المجال لهاي الشحنة لازم أقلبها سالبة بحيث إنه هاي الاختبار تتجاذب معها، وهيك بكون الكلام صحيح. ففي نص السؤال الشحنة واحد لازم تكون سالبة والشحنة اثنين لازم تكون موجبة. فلما تحل ضع دائرة شوف ركز معي، هل أنا اقتنعت وياك مثلا إنه الشحنة رقم واحد لازم تكون سالب، بدور على إنه تكون شحنة واحد سالبة وشحنة واحد سالبة، بعدين بدور على الشرط البعدين يعني في أسئلة ضع دائرة إنه تكون الشحنة الثانية موجبة، فالخيار أو الجواب فرع د. اثنين، في الشكل المجاور فإن اتجاه المجال الكهربائي عند النقطة ها، أوكي أنا عندي هنا بروتون يا جماعة، وأنتم بتعرفوا البروتون يحمل شحنة موجبة، وعندي الكترون يحمل شحنة سالبة، بس الحلو إنه شحنة البروتون والإلكترون كمقدار متساويتين. لما احسب المجال عند النقطة ها، ها تتأثر بمجالين، إذا فرضت اختبار صغيرة وموجبة فمجال البروتون بكون نحو اليمين لأنه تنافر، مجال الإلكترون بكون نحو اليسار. أوكي إذا المجالين متعاكسين، حتى أحدد وين اتجاه محصلة المجال لازم أعرف أي منهما المجال الأكبر. هلأ في حسب قانون المجال، المجال يساوي 9.9 شين على فاتر بي. هلأ 9.9 ثابت كولوم والشين مقدار الشحنة، ظل عندي العلاقة بين المجال المسافي اللي هي علاقة عكسية، فبقدر أحكم باستخدام هاي العلاقة. كونه مسافة البروتون أو بعد البروتون عن النقطة ها هو أقل من مسافة أو بعد الإلكترون، فمية بالمية رح يكون مجال البروتون أعلى من مجال الإلكترون، فلهيك الأكبر هو مجال البروتون، فالمحصلة بتكون مع الأكبر إذا نحو اليمين. إذا إحنا نحكي نحو الشرق اللي هو نفسه يمين، إذا الجواب فرع ألف. ثلاثة، في الشكل عندنا شحنة معلقة بحبل، وإذا بتتذكروا التعليق بحبل حتى في المكثف أنا حكيت لكم عنه. التعليق في حبل يا جماعة أول خطوة إنك تحلل القوى المختلفة وتحددها. هلأ لاحظ إنه الشحنة أزيحت مع اتجاه المجال، فلهيك لما هو حيرني بإنه موضوع شحنة موجبة أو سالبة، خياراته بتنحصر بين ألف وباء، لازم تكون شحنة موجبة. لو أزاحت الشحنة كانت بالعكس كان حكيت إنه الشحنة سالبة، بس أنا عندي هون شحنة موجبة. هلأ أضل إنه أشوف الوزن شو يساوي أو شو يكافئ. هلأ الوزن أصلاً اتجاهه بالرسم هاي الآن رسمها نحو الأسفل، وعندنا قوة كهربائية نحو اليمين، عندنا هون قوة شد، بس الحلو إنه الزاوية هون يا جماعة 45 درجة. لما تحلل قوة الشد إلى مركبة هون قاف شد جتر 45، وهون تحلل مركبة قاف شد جيب 45. هلأ الوزن هو يساوي قاف شد جتر، والقوة الكهربائية تساوي قاف شد جيب. هلأ بدور هل الوزن موجود إنه يساوي قاف شد جتر أو جيب؟ طبعا خيارات بين ألف وبازم اتفقنا طبعا غير موجود. الفكرة إنه جتر 45 هون جتر 45 هو نفسه جيب 45، فلهيك هدول القيم متساوية، وكون قوة الشد جتا هي تساوي وزن، إذا قوة كهربائية تساوي قاف شد جيب، إذا بقدر أقول إن قوة الكهربائية وقوة الوزن متساويات، إذا جوابي راح يكون وزن يساوي قوة كهربائية، إذا الخيار ألف. في أربعة، يكون اتجاه المجال الكهربائي عند نقطة تقع على الخط الواصل بين شحنتين أحدهما موجب والأخرى سالبة. طيب خلينا نحط شحنة موجبة ونحط شحنة سالبة، وهو بيسأل عن المجال عند نقطة تقع بينهم، وين بالضبط مش مهم. حطيت اختبار صغير وموجب عشان احدد اتجاه المجال، موجب موجب تنافر، موجب وسالب تجاذب، اذا لاحظ دائما محصله المجال هي مجموعهم نحو اليسار. بالرسم الان راسمها لانه ممكن اقلب الشحنه مثلا، بس الفكره مش مهم الاتجاه او المحور، محصله المجال دائما نحو الشحنه السالبه عندما يدرس المجال على الخط الواصل بين شحنتين احدهما موجبه والثانيه سالبه. فالجواب فرع ب. خمسة، وضعت شحنه سالبه في مجال كهربائي منتظم فتاثرت بقوه نحو صاد السالب. هلا الشحنه في السؤال سالبة كانت قوتها نحو صاد السالب. إذا تم زيادة شحنة على الألواح إلى ثلاثة أضعاف، هلا أذكر قانون المجال، مجال الألواح يساوي شين على إبسلون ألف، فأنت لما زلت شحنة الألواح ثلاث أضعاف بعرف أن المجال صار ثلاث أضعاف، وزيادة المساحة مقطعها إلى الضعف، زدنا مساحة المقطع إلى الضعف يعني بدها تقل المجال بمقدار النصف، إذا ثلاثة على اثنين ميم، وتضاعفت مقدار الشحنة السالبة، هاي الشحنة الموضوعة السالبة الموضوعة بين لوحين صارت 2 شين، إذا تضاعفت الشحنة، فإن اتجاه المجال الكهربائي منظم ومقدار القوة الكهربائية على الترتيب. أول شيء بالنسبة للاتجاه، كون الشحنة سالبة إذا اتجاه بعكس اتجاه القوة، فالمجال الكهربائي نحو الشمال. أوكي؟ فأنا صفت خياراتي إنه أدور على إنه نحو الشمال نحو الشمال، اللي هو بين ألف وبين جيم، زي ما تعلمنا هيك بنحل الدائرة. أنا أهملت خيار باء ودال. أوكي، أنا متحير بين ألف وبين جيم. طيب، نقطة ثانية. هو بيسأل عن القوة الكهربائية، قانون القوة الكهربائية يا جماعة ميم في شين، وإحنا حكينا المجال المنظم صار 3 على 2 ميم مضروب في الشحنة، ما هي زادت للضعف 2 شين، 2 بسطوا مقام راحوا،
إذن جواب 3 ميم شين، يعني راح تزيد 3 قاف أو تصبح 3 قاف، فالجواب الصحيح هو فرع جيم. 6، عندما يدخل الكترون متحركا بسرعة ثابتة نحو سالب سين إلى منطقة مجال، هلا في عندي الكترون وشحنة الكترون زي ما بتعرفوا سالبة، حركته كان باتجاه سالب سين، هاي السرعة اللي نكتسبها أو حركته إلى منطقة مجال كهربائي منتظم باتجاه منتظم اتجاهه نحو صاد سالب. هلا المجال الكهربائي نحو صاد سالب، فإن هذا الإلكترون يكتسب تسارعا. شوف هلا التسارع الكهربائي دائما مع اتجاه القوة الكهربائية، تمام؟ لأنه أصلا بيكسب الجسم تسارع هو القوة الكهربائية. فلما أحكي الإلكترون فهو يحمل شحنة سالبة، فبتكون قوته الكهربائية بعكس اتجاه المجال، فقوته الكهربائية نحو الشمال، وعليه يكون تسارعه أيضا الكهربائي نحو الشمال، فبدور على شمال أنا قاعد اللي هو الجواب ألف. في السؤال السابع هو أحد أسئلة الفصل، بيحكي عن الكترون يتحرك باتجاه الشرق بسرعة 8 على 3 في 10 قوة 6، فدخل اتجاه مبين في الشكل. أنا بس بدي أوضح لك شغلة في السؤال السابع، إنه الإلكترون يا جماعة هذا يتحرك حركة غير طبيعية، فالإلكترون هذا الآن دخل مع اتجاه خطوط المجال، وأنا كنت أحكي لكم إنه دائما إذا كان عندي حركة غير طبيعية تستنتج إنه السرعة الابتدائية لها مقدار، بس السرعة النهائية كم تساوي؟ صفر. لاحظ في السؤال وتوقف عند النقطة ها، والتسارع اللي بيحمله بيكون تسارع سالب، يعني قوانين حركة تضرب دلالة إشارة سالب لأنه سرعة الجسم راح تقل. في السؤال بيحكي لي احسب المسافة للقطع، طبعا بدي ألجأ لقوانين الحركة لأنه هاي شحنة تتحرك داخل المجال، فخلينا نحسب شيء التسارع اللي بكتسبه. التسارع يساوي ميم في شين على كتلة شدة المجال الكهربائي، هلا 1 في 10 قوة 3 في الشحنة اللي بتتحرك قاعد هي شحنة الكترون، هي 16 في 10 قوة سالب 20 على الكتلة، هذول ثوابت يا جماعة، 9 في 10 قوة سالب 31، اللي حطيتهم هون 16 و9 ثوابت، لأن بيطلع الجواب 16 على 9 في الأسس، لو رفعنا السالب 31 فوق بصير موجب، موجب 11 وعندي 3 موجب 14، طبعا متر لكل ثانية تربيع. السؤال بده مسافة، فيمكن استخدام قانون حركة عين 2 تربيع تساوي عين 1 تربيع ناقص 2 تسارع في فاء، أنا عوضت تسارع بإشارة سالبة لأنه سرعة الجسم قاعدة بتقل. هلا السرعة النهائية للجسم تساوي صفر، خلينا نودي عين واحد على الجهة الثانية بصير سالب، سالب مع سالب بروح، إذا عين واحد تربيع تساوي 2 تسارع في فا، ويلا على التعويض. هلا بالنسبة للسرعة الابتدائية أو السرعة عفوا الابتدائية للجسم اللي دخل فيها هي اللي هي 8 على 3 من نص السؤال، بالتربيع بتطلع 16 على 9 في 10 قوة 12 تساوي 2 في التسارع، تسارع 16 مضروب في 2 بصير 32 على 9 في 10 قوة 14 بضل مجهول فا. هيك يا جماعة بدي اختصر 9 مقام، 16 مع 32 فيها ب 2 أكيد، وبالنسبة للأسس بضل عندنا المسافة تساوي نص في 10 قوة سالب 2 متر، يعني إذا بدك نص سنتي متر. طيب هاي كانت مراجعتنا للمجال الكهربائي، رح نبدأ مراجعتنا للجهد الكهربائي، نبدأ مسائل مع بعض. الشكل المجاور يمثل مربع طول ضلعه 1 سنتيمتر موضوع في مجال كهربائي منتظم، ينشأ بين لوحين متوازيين مساحة كل لوح 1 سنتي تربيع. إذا كان الآن جهد لام يساوي سالب 2 فولت وجهد سين يساوي 2 فولت. طب خلينا بس أركز لك شغلة بالسؤال الأول. أنا عندي هاي النقاط تقع بين لوحين، تمام؟ هلا في عندي جزء منهم معطيني أنا الجهد تبعه، يعني إذا طلعنا على النقطة لام هاي بالأسفل تحت كان جهدها يساوي سالب 2 فولت. إذا طلعنا على النقطة سين اللي هي أقصى اليمين هاي سين كان جهدها يساوي 2 فولت. إذا طلعنا على النقطة صاد اللي هي أقصى الشمال فوق كان جهدها يساوي جهد صاد يساوي 0 فولت، والنقطة اللي على اليسار اللي هي النقطة عين هاي كان جهدها يساوي 2 فولت. نعم في السؤال هاي النقاط ومعطيني كل واحدة لها جهد، أجمع ما يلي، حدد أي ضلع يمثل سطح لتساوي الجهد الكهربائي. هلا شوف، إذا نشوف السطح اللي بيكون في عنا نقاط فيها الجهد الكهربائي متساوي أو قيم الجهد عند جميع النقاط الواقع عليها تساوي مقدار ثابت، إذا طلعنا على النقطة سين وعلى النقطة عين فكلاهما جهده 2 فولت، فهيك يمثل نحكي هيك هذا الخط سطح تساوي جهد. هلأ هو كمان يوازي الخط اللي فوق ويوازي الخط اللي في الأسفل، فأنا إذا بحط نقاط هاي كليات العرسم، هاي نقطة باء وهي نقطة دال وهي نقطة هون هاء وهي نقطة هون ألف، صارت الأمور بالنسبة لي شوي واضحة إنه أنا صرت فاهم كيف شكل سطح تساوي الجهد. الآن أي ضلع في الشكل يمثل سطح تساوي الجهد تقدر تجاوب أن تحكي له إنه الضلع مثلاً ألف باء يمثل سطح تساوي الجهد، إذا بدك الضلع ها دال هاد وهاد، أوكي؟ وإذا رسمت أنت ضلع من سين لعين يمثل كمان سطح تساوي جهد. فرع باء، حد اتجاه المجال. هلا أنت بتعرف إن خطوط المجال دائماً تعامد سطح تساوي الجهد، فخطوط المجال راح تكون على محور الصادات في الرسم لأن سطح تساوي الجهد وين جاي؟ على السينات.
فإذا بديها تكون على الصادات يعني خط المجال الكهربائي مبدئيا هيك. وانت بتعرف ان خطوط المجال دائما من الجهد المرتفع الى الجهد المنخفض، فالصفر جهد مرتفع والسالب 2 جهد منخفض، اذا بتحكي له نحو صاد سالب او نحو الجنوب. جيم، احسب مقدار شحنة تكون من اللوحين. هلا انا بقدر اوجد فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين في الشكل وباستخدامه بحسب شدة المجال. فمثلا اذا قررنا نحسب جهد صاد لام فهو يساوي مجال في مسافة صاد لام في جتا الثيتا. حطيت جتا لانه هدول مش الواح، هدول نقاط. لا، جهد صاد لام اللي هي صاد ناقص لام يعني صفر ناقص ناقص اثنين يعني الجواب اثنين يساوي المجال مجهول. وعندي المسافة في السؤال طول ضلع المربع حكالي واحد سنتيمتر، فأنا عندي بدي أوجد مسافة بين صاد ولام هي أحد أضلاعه، فهي عبارة عن واحد في عشرة قوة سالب اثنين في جتا. أنا ماشي من صاد إلى لام والمجال كمان معي، في جتا الصفر يساوي واحد، إذا المجال يساوي 200 فولت لكل متر. عفوا. السؤال بعده، السؤال الثاني. هلا السؤال الثاني بحكي لي عن بالاعتماد على بيانات ثبت على الشكل، اذا علمت ان جهد هاي يساوي صفر. خليني بس اورجيك رسم هون عشان نقدر نحلها مع بعض. في عندي شحنه هون مقدارها 12 في 10 قوه سالب 9، واضح على الرسم نوعها موجبه. في عندي هون نقطه اسمها النقطه ها، هاي تبعد 2 متر عن شحنه ثانيه تبعد 3 متر، وهاي الشحنه شين 2 مجهوله. فرع الف، اذا كان جهد النقطه هاي يساوي صفر فاحسب مقدار وحدد نوع الشحنه الثانيه. اول شيء قبل ما ابدا هي سالبه، لانه الجهد كمية قياسية، حتى يكون الجهد على النقطة يساوي صفر لازم يكون في عندي جهد موجب وجهد ايش؟ سالب، اجبالي في اي سؤال. فعلى هاي الفكرة وعلى اساس هذا الكلام انا هون بدي احسب مقدار ونوع الشحنة الثانية، اذا بسيطة بقول له شين 2 نوعها سالبة. مقدارها بساوي الجهود عند النقطة ها، يعني بقول له الجهد من الشحنة الأولى يساوي الجهد من الشحنة الثانية. هلا 9 في 10 قوة 9 مضروبة في 12 في 10 قوة سالب 9 على مسافتها 2 تساوي 9 في 10 قوة 9 الشحنة الثانية مجهولة على مسافتها 3. هيك اختصرت هدول الطرفين مع بعض، بدي اختصر 12 مع الـ 2 إذا هاي فيها بـ 6، 6 في 3 18، إذا بحكي شين 2 تساوي سالب 18 في 10 قوة سالب 9 كله. هلا في فرع با يطلب مني في السؤال أحسب مقدار المجال عند النقطة ها. هلا هاي يا جماعة تتأثر بمجالين، مجال من الشحنة الأولى ومجال من الشحنة الثانية، بعتقد فكرة مكررة بس إنه احسب مقدار المجال. احسب الشغل المبذول في نقل الشحنة الأولى. هلا أنا نص السؤال مش مبين معك، تمام؟ بدي أنقل الشحنة الأولى من موقعها، يعني أنا هون بحكي على السؤال هذا يا جماعة شايفين؟ احسب الشغل المبذول في نقل الشحنة الأولى هيها من موقعها إلى النقطة واو، تمام؟ هي يعني أكتب النص هون من موقعها إلى النقطة واو، يلا نبدأ. أنا بدي أحسب الشغل المبذول في نقل الشحنة شين واحد من موقعها إلى النقطة واو التي تبعد هون مسافة 4 متر. هلا أنا عندي هون شحنة سالب وعندي هون شحنة موجبة، لما تنقل موجب مبتعدة عن سالب، تمام؟ هلا المفروض موجب وسالب يتجاذبوا، أنا بعدها عن سالب إذا هذا شغل خارجي، الشغل الخارجي بحكي يساوي الشحنة المنقولة في، طبعا أنا قاعد بنقلها خلينا نسمي هاي النقطة ألف، فأنا قاعد بنقلها من ألف إلى واو، فبدي أحكي من ألف إلى واو يساوي جهد واو ناقص جهد ألف. طيب الشحنة اللي قاعد بنقلها هي 12 في 10 قوة سالب 9، هي 12 في 10 قوة سالب 9. يلا على جنب، هلا المفروض أطلع جهد واو ونطلع جهد ألف. في السؤال يا جماعة عندنا شحنتين، عندنا شحنة بتنتقل هيها، وفي عندنا شحنة مؤثرة، هاي اللي بعوضها في قانون الجهد عند حساب جهود النقاط. يلا طلع جهد النقطة الأولى اللي هو جهد النقطة واو يساوي 9 في 10 قوة 9. هلا بعد واو عن الشحنة شين 2 هي 4 و2 3، تمام؟ يعني 9. هي على 9 في 10 طبعا 9 متر عفوا زي ما هي، والشحنة المؤثرة احنا حسبناها اللي هي 18 في 10 قوة سالب 9، طبعا لا تنسى انها سالبة. 9 هون بروحوا مع بعض، عندي موجب 9 وسالب 9 فالجواب سالب 18 فولت. بضل عندي احسب جهد النقطة الثانية اللي هي جهد النقطة ألف يساوي 9 في 10 قوة 9 الشحنة 18 في 10 قوة سالب 9 وهي سالبة. بعد ألف الآن عن الشحنة المؤثرة هي 5، فهي على 5 وحدات الفولت. هلا بدي اعوضها هون، بعوض الجهدين بحسب مقدار الشغل. نكمل. في عنا في سؤال ثلاث، في عنا شحنة أو في عنا عفوا لوحين متوازيين، في عنا رسمنا سطوح تساوي الجهد، بعد السطح 2 سنتيمتر، بستنتج إنه بعد هاد 2 سنتي، العد هاد 2 سنتي وهاد 2 سنتي 2 سنتي كلهم متساويين. الآن إذا علمت أنا كثافة الشحنة السطحية على كل من اللوحين تساوي 8.85 في 10 قوة سالب 10 كلهم لكل متر تربيع، فأجب عما يلي. جد جهد النقطة ألف. أنا يا جماعة في سؤال ثلاث، بدي أطلع جهد النقطة ألف لحالها، إحنا ما بنقدر نطلع جهد نقطة بحد ذاتها، لازم يوجد فرق جهد بين نقطتين. بطلع على اللوحة السالب مربوط في الأرض،
فجهده كم يساوي؟ صفر. إذا خلينا نمشي مسار من ألف للجهد السالب، يعني عم بوجد جهد ألف أرض، أو إذا بدك لوح سالب، أو سميه إذا بدك سين بدك إياه، اللي هو مجال في مسافة ألف سالب في جتا الثيتا. هلأ أنا أصلاً في السؤال قيمة المجال الكهربائي مش معي، فبدعمل فول ستوب هون وأقدر أحسب قيمة المجال. المجال يساوي جهد الألواح على المسافة بين الألواح. شوف شو بدي أسوي. هلأ الجهد الكهربائي بين اللوحين اللي هي 8 ناقص 0، ف 8 ناقص 0 على المسافة أستاذ هون 2، وعندي كم مسافة؟ 1 2 3 4، ف 2 في 4 8، 8 في 10 قوة سالب 2. إذا جواب 1 في 10 قوة 2 فولت لكل متر. دير بالك من الفكرة. هون بدي أعوض 1 في 10 قوة 2 في مسافة بين ألف النقطة اللي هي 4 في 10 قوة سالب 2 في جتا الزاوية اللي هي جتا الصفر، لأنه اتجاه إزاحتي مع اتجاه خط المجال. فالجواب 4 فولت. تمام؟ هلا اللي هو جهد ألف ناقص جهد اللوح مثلا خلينا نحكي السالب، ولكن جهد اللوح السالب صفر فهو نفسه هو جهد ألف. فرع باء، كم طاقة الوضع الكهربائية البروتون يوضع عند النقطة باء؟ هلا كونه ألف وباء على نفس تساوي الجهد فجهده متساوي. لما ينطلب مني طاقة الوضع النقطة بضرب الشحنة الموضوعة اللي هي حاط بروتون هو في جهد النقطة اللي هو جهد باء، وشحنة البروتون 16 في 10 قوة سالب 20 طبعا بإشارة موجبة في جهد باء اللي هو 4، ويساوي 64 في 10 قوة سالب 20 جول. في فرع جيم يطلب مني جسيم شحنته 1 في 10 قوة سالب 6 كولوم كتلته 1 في 10 قوة سالب 10 كيلوغرام انطلق من السكون من الصفيحة الموجبة إلى الصفيحة السالبة، فجد سرعة لحظة وصوله الصفيحة السالب. هلا هو انطلق من السكون فسرعة الابتدائية تساوي صفر، معطيني السؤال كتلته ومعطيني شحنته وأنا قيمة المجال الكهربائي معي، فبدي سرعته، فأنا راح أحسب ورش التسارع زي عملنا في السؤال قبل هاب مين في شين على كاف. شدة المجال الكهربائي بين اللوحين اتفقنا 1 في 10 قوة 2، قيمة الشحنة 1 في 10 قوة سالب 6 على الكتلة تبعت الجسيم معطيني في السؤال 1 في 10 قوة سالب 10، لما ارفع السالب 10 لفوق بصير موجبه، بصير عندي 4 و2 6، اذا 1 في 10 قوه 6 متر لكل ثانيه تربيع. هلا انا هلا خلصت فكره في السؤال انه انا يعني قدرت اتمكن او عرفت اني احسب مقدار تا تسارع الكهربائي عندي في الشكل. هلا السؤال مطالب مني سرعته لحظه وصول الصفيحه السالبه. هلا ممكن استخدم عين 2 تربيع تساوي عين 1 تربيع طبعا زائد 2 تسارع في فا. ليش زائد؟ لانه بدا الحركه من السكون. السرعة الابتدائية له تساوي صفر، عين اثنين تربيع تساوي اثنين تسارع واحد في عشرة قوة ستة في المسافة بين اللوحين اتفقنا يا جماعة اللي هي ثمانية في عشرة قوة سالب اثنين، فبطلع عين اثنين تربيع تساوي اثنين في ثمانية 16، الأسس عندي عشرة قوة أربعة، جذر الطرفين تطلع عين اثنين تساوي أربعة في عشرة قوة اثنين متر لكل ثاني. لا في السؤال الرابع، في السؤال الرابع عندنا صفيحتين متوازيتين تشكلان مجالا كهربائيا منتظما مقداره 5 في 10 قوة 6 نيوتن لكل كولوم. احسب ألف مقدار فرق الجهد الكهربائي بين الصفيحتين. طيب أنا ألف نص السؤال عندي مجال كهربائي منتظم، تمام؟ هاي في سؤال 4، المجال بينهم 5 في 10 قوة 6 وكوني مع المجال الكهربائي بينهم ومع المسافة بقدر أحسب فرق الجهد بين الصفيحتين في قانون جيم تساوي ميم على ميم في عفوا في فا. فالمجال الكهربائي بين الصفيحتين يساوي 5 في 10 قوة 6، المسافة بين صفحتين 3 في 10 قوة سالب 3، 5 في 3 عندي 15 في 10 قوة 6 طبعا فولت، هذا قيمة الجهد بين اللوحين. فرع باء بطلب مني كم كثافة الشحنة السطحية على كل منهما؟ طب أنا مطلع قيمة المجال يا جماعة، المجال يساوي سيجما على إبسلون، وإذا طلع الكثافة اللي هي سيجما فهي تساوي مجال في إبسلون، يعني 15 في 10 قوة 6 مضروبة ب 8.85 في 10 قوة سالب 12. لا ننسى وحدة قياس كثافة الشحنة كولوم لكل متر تربيع. في فرع جيم إذا اتزنت الشحنة الموضحة في الشكل مقدار شحنة 2 في 10 قوة سالب 6 معلقة بحبل كمان في الشكل، فاحسب مقدار كتلتها. هلأ في حالة اتزانها، وعملنا قبل شوي الاتزان مع بعض، هاي بدي أذكرك، هاي الكرة لها قوة وزن للأسفل، طبعا الكرة أزيحت باتجاه اليمين فعشان هيك هاي أزيحت نحو اللوح الموجب فهي أكيد نوعها سالب. طيب هلأ في عنا طبعا قوتها الكهربائية بتكون هاي قاف كهربائية نحو اليمين لأنها أزيحت يمينا، في عندي قوة شد منطبقة على الحبل، عندنا الزاوية هاي يا جماعة 30 فعشان هيك هاي قاف شد جتا 30 وهاي قاف شد جيب 30. طيب هلا كل قوتين متعكستين طبعا متساويتين، فنبدأ شغل في السؤال عن كتلة. إذا أنا شغلي وين؟ في قوة الوزن هون، فبدأ ساوي القوة الكهربائية أول إشي في قوة شد جيب 30. هلا القوة الكهربائية هي ميم في شين تساوي قوة شد جيب 30.
هلا قيمة المجال الكهربائي معطاه في السؤال 5 في 10 قوة 6، والشحنة اللي وضعها أعطاك إياها 2 في 10 قوة سالب 6، هي 2 في 10 قوة سالب 6. قوة الشد مجهولة، وأنا بعرف إنه جايب 30 نص، هي موجب 6 سالب 6 مع بعض، 5 في 2 10، وعندي في 2 20 تساوي قوة شد. هلا برجع بشتغل هسه على محور الصادات، بحكي إنه الوزن هو يساوي قوة شد جتا الثلاثين. الوزن يا جماعة هو كاف في جيم، وجيم كم؟ 10، تساوي قوة الشد 20 في جتا جذر الثلاث على 2. هلا هي 0 مع 0، 2 بسطوا مقام، بقدر اقول لك الكتلة تساوي جذر الثلاث كيلو جرام. علل السطوح تساوي الجهد الكهربائي لا تتقاطع، لانها لو تقاطعت لا اصبح النقطة جهدان، وهذا يتنافى مع تعريف الجهد ان كل نقطة تحمل جهد واحد فقط. لان لا يتم بذل شغل لنقل شحنة تساوي الجهد، لانه فرق الجهد بين النقطتين تساوي الجهد يساوي 0. ما المقصود بأن جهد نقطة ما يساوي 5 فولت؟ يعرف الجهد باستخدام طاقة الوضع، أن هذه الشحنة أو أن هذه الشحنة تحمل طاقة، فعنا شحنة مقدارها 1 كولوم تحمل طاقة مقدارها 5 جول. الجهد الكهربائي عند النقطة يساوي سالب 5 فولت، بقدر أقول أنه شحنة مقدارها سالب 1 كولوم تحمل طاقة وضع مقدارها 5 جول. هلأ فرق الجهد بين نقطتين بعرفه باستخدام الشغل، بقول إذا كان فرق الجهد بين نقطتين يساوي 5 فولت، بقدر أقول باستخدام الشغل أو بتغير طاقة وضع، بحكي تتغير أو تزداد طاقة وضع شحنة عند انتقالها بين نقطتين بمقدار 5 جول. طب شو يعني أنه فرق الجهد سالب 5؟ تقل طاقة الوضع عند انتقالها بين شحنتين بمقدار 5 جول. ما المقصود بالسطوح تساوي الجهد الكهربائي؟ هو عبارة عن منحنى يجمع نقاط متساوية بالجهد، أو بنقدر نحكي المحل الهندسي لمجموعة نقاط متساوية في الجهد. الجهد الكهربائي قلنا بنعرفه باستخدام طاقة وضع، فهي طاقة وضع مختزنة في شحنة مقدارها واحد كل. في الشكل عنا ضع دائرة، هذا سؤال كتاب، أول سؤال قاعد بحكينا عن أي الجمل التالية صحيحة؟ علما بأن جهد سين، أنا بسؤال ستة بحل قاعد بفرع ألف، بقول لي جهد سين صاد يساوي موجب 3 فولت. طلع شو بدي استفيد بمعلومة هاي؟ إحنا عنا شحنة وعنا نقطة هون اسمها صاد، وعنا هون نقطة اسمها سين، بدياك تلاحظ إنه بعد سين أكبر من بعد صاد. لما عملت جهد سين صاد يعني جهد سين اكيد اكبر من جهد صاد. كيف عرفت استاذ؟ 100%. ما هو انت في السؤال حكى لك انه جهد سين صاد موجب، فلازم يكون جهد سين اعلى من صاد، وبما انه جهد سين اعلى من صاد فالنقطه الابعد جهدها اعلى. فلما يسالني الان ما نوع هذه الشحنه؟ 100% سالبه. تمام، اذا في فرع با، شنو هاي الشحنه؟ اللي هو فرع با، هي الشحنه النقطيه سالبه. طيب في الشكل 2 أي الجمل التالية صحيحة؟ بدنا نشوف بس شو وضع هاي الرسمة. عندنا شحنة سالبة تتحرك بفعل قوة كهربائية، يعني حركتها طبيعية، والحركة الطبيعية هاي بدي أرسم لك رسمة هون سريعة. الحركة الطبيعية للشحنة هاي النقطة دال وهي النقطة ها، هذا خط مجال بعرف شو اتجاههم، بس بعرف إنه القوة الكهربائية كان اتجاهها من دال إلى ها، ونوع الشحنة سالبة. إحنا بنعرف إنه القوة الكهربائية للشحنة سالبة عكس اتجاه المجال، فلو سئلت عن اتجاه المجال فراح أقول اتجاه المجال بالعكس من ها إلى دال، يعني نوع الشحنة سالبة. طبعا اذا اتجاه المجال، اتجاه المجال من ها الى د، والشحنه موجب غلط لانه الشحنه سالبه، خيار الف. 3 احد التالي ليست محددات قياس المجال الكهربائي، طبعا نيوتن لكل كولوم هي صحيحه محددات قياس المجال، فولت لكل متر صحيح من محددات قياس المجال. اورجيك شغله بس، لنيوتن لكل كولوم اجت من ميم تساوي قاف على شين، والفولت لكل متر اجت من جهد يساوي جيم على فا، او المجال يساوي جيم على فا. هاي بتقيس فولت لكل متر، وهي نيوتن لكل كولوم. طبعا خيار الصح له فاراد لكل متر، قياس ابسلون هاي في فصل المواسع. الان في سؤال 4 ان جهد النقاط الف باء دال على الترتيب في الشكل، بدنا نشوف جهود النقاط الف باء دال. ركز معي شوي. هل انا عندي هون 1200؟ طبعا سؤال ده دار علمتكم له طريقه، قلت لك عشان تقدر تطلع الجواب بسرعه وما تتغلب في السؤال طلع شو بتسوي. جد الجهد الكلي، الجهد الكلي في السؤال يا استاذ يساوي 1200 فولت، اقسم لي اياه على المسافه. فالمسافة يا أستاذ 20 مليمتر، إذا 20 مليمتر 20 في 10 قوة سالب 3. شيل صفر مثلا مع صفر على طرفي المعادلة بتحكي لي 120 على 2 يا أستاذ تساوي 60. ارفع القصة هذا لفوق تقول لي ب 10 قوة موجب 3. هلا أنا اللي عملته هون في السؤال إن أخذت الجهد كله وقسمته على المسافة، أنا طلعت مقدار المجال الكهرباء بين اللوحين. هاي الطريقة إذا بدك تيجي بتطلع مثلا بدي جهد النقطة ألف تمشي مسار من ألف وتحط قانون، هاي مثلا جهد ألف مثلا لو حاط سميه سين يساوي مجال في مسافة ألف سين، بس باخذ منك وقت كثير إذا سؤال ضع دائرة. الإشي الأحلى كم مسافة عندي في السؤال؟ عد معي 1 2 3 4، أربع مسافات. الجهد 1200 فولت اللي هو الجهد الكلي على 4 يساوي 3000 فولت. يلا ابدأ معي توزيع، 0
زيد 300 اللي حسبناها، زيد لها 300 بتصير 600، زيدها 300 بتصير 900. إذا مطالب جهد النقاط ألف باء دال على الترتيب بأخذ 300 600 و 900 اللي هو الخيار دال، لأنه انتبه هاي 300 600 آخرها 1000. طيب في الشكل المجاور فإن جهد سين صاد يساوي، طيب طلع لي على نقاط سين صاد، خلينا أرسمها هون سريع وأجيك الرسمة. هاي النقطة سين وهاي النقطة صاد، عندي هاي هيك وهاي الزاوية هون تساوي 37 درجة. لما السؤال بده جهد سين صاد لعد متجه الإزاحة تبعك يبدأ من سين وينتهي في صاد، هاي متجه الإزاحة. زواياك أذكرك كنت أحكي لك زواياك عن نقطة بداية الجهد، بلش الجهد عند سين، إذا زواياك عند سين تمام؟ يا بأخذ زاوية منفرجة يا بأخذ زاوية حادة. هلأ خلينا نطلع الزوايا وش بالسؤال قبل نختار واحدة منهم. هاي الزاوية 90 زاوية مثلث، هاي الزاوية متمة 37 اللي هي 53. ممتاز. كون حركتي بعكس اتجاه المجال، إذا بدي أخذ مش 53 بدي أخذ المنفرجة، يعني 180 ناقص 53 وهي تساوي 120 27. إذا جواب الصح له فرع جيم. وأنا أصلا بضع دائرة أكون ذكي، مفروض أختار زوايا منفرجة لما طلب جهد سين صاد منخفض ناقص مرتفع، فشو الجواب؟ سالب، فلازم تأخذ جتا زاوية يعطيك سالب اللي هو المنفرجات. الآن في السؤال بعده، عند نقل شحنة من النقطة الأخرى ستساوي الجهد، أي الجملة التالية خاطئة؟ الشغل المبذول في نقلها يساوي مقدار ثابت، طبعا غلط. الشغل المبذول في نقلها يساوي صفر، طبعا صح، لأنه هون لا يساوي مقدار ثابت صفر. الآن يبين رسم العلاقة بين الجهد الكهربائي والمسافة اعتمادا على الرسم، أجب عما يلي. حدد نوع هذه الشحنة، يا جماعة كون الجهد يحمل إشارة سالبة إذا نوع الشحنة هاي سالبة. نفسنا إجابتك لأنه الجهد عندها يحمل إشارة سالبة زي ما حكينا. الآن باء احسب مقدار هذه الشحنة، يلا ركز معي بالله شوي. هلا أنا في عندي بالسؤال معطيني قيم للجهد الكهربائي ومعطيني قيم لواحد على فا، فإذا حطيت قانون الجهد الكهربائي يساوي ميم يساوي عفوا 9 في 10 قوة 9 لشحنات نقطية شين على فا، بدي بس أضبط المعادلة، بدي أخلي الجهد يساوي 9 في 10 قوة 9 الشين 1 على فا، ما فرقت معي نهائيا. طيب نبدأ الآن قيمة الجهد، خذ نقطة إذا بدك، خذ مثلا 30، بدي أحكي سالب 30 الجهد يساوي 9 في 10 قوة 9، الشحنة طالبها مني بالسؤال وهي مجهولة. هلأ قيمة 1 على فا مقاسة بسنتيمتر قوة سالب 1، وعند 30 كانت المسافة كم؟ 20. إذا مكان 1 على فا بحط يا جماعة 20، هي 20 بس هو بيحكي سنتيمتر قوة سالب 1، يعني سنتيمتر في المقام، فلما ارفعها لفوق بتصير موجبة، ففي 10 قوة 2 تمام؟ هي سنتيمتر قوة سالب 1 يعني موجودة في المقام، يعني هيك سنتيمتر قوة سالب 1 لما ترفعها بتصير 10 قوة موجبة 2. طيب نكمل. صفر هون بدي اشيله مع الصفر هاف، وبدي اختصر الثلاث هون فيها بثلاث تمام؟ 3 مع 9 بدها تصفي عندي هون 9 و2 عندي 11 3، اذا بدي احكي شين تساوي 1 على 3 سالب طبعا في 10 قوه سالب 11 كولوم. طبعا هلا لما طلب مني في الفرع البعدي جد مقدار المجال على بعد 1 بالعشرة سنتيمتر، يعني حط انت شحنه مقدارها سالب ثلث في 10 قوه سالب 11 ومسافه هون مقدارها 1 بالعشرة وهي نقطه بسميها س، وجد مجال س مجال يساوي 9 في 10 قوه 9 سالب ثلث في 10 قوه سالب 11 على بعدها واحد طبعا بالعشرة سنتيمتر، فبدي احطه هون واحد في عشرة قوة سالب او واحد بالعشرة في عشرة قوة سالب اربعة، بس صفى حل مباشر للسؤال. لا نروح مع بعض للمواسعات الكهربائية وشوية تمارين عندنا على المواسعة الكهربائية.